السلام عليكم يا جماعة الخير، ورجعنا بفيديو جديد في تختيم لعبة أيام مضت دايز جون. عندنا مهمة تدمير العشاش. لحظة بس، أولا خلنا نرفع هذا. بس لحظة خلنا نصعد شوي بالمطور ونروح. احنا بعيدين هو عن المطار. هذا هناك وعشين. اكو والله ثلاثة. يبي 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 ثلاثة. نريد ندمر العشاش. السر الحقير وراني انك توقعت اللي يحصل. اظن اننا كلنا توقعنا ده. لحظة، واك واحد ماكو. اي أيوة والله. حلو، خلصنا من واحد. باقي نزول الثنين. ذاك هو الماطور، وين راح؟ لا 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 لا. حلو، ثاني وانا اساسا شنو السالفة؟ أنا مفتح حرقة. لا 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 لا
حلو، خلصنا من واحد، بقى عش واحد بس. والله يا ابو هذا الفاس جدا حلو. يلا حلو 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 حلو، بقالنا عش واحد بس. خلنا نرجع الماطور ونشوف شوف وينه. باقي عش واحد. وحدة طبية متنقلتين، يا ترى النيرو سايبيني وراهم المرة دي. هو فين؟ عش حقير، أكيد أنا قريب. واحد كمان وقت الحريق. لحظة 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 لحظة، اذبح لنا هذا. نروح له من فوق من غير مكان. اكو عش هنا، اوه بس لا بالنفق. اوه لحظة لحظة لحظة، حلو. هذا العش تمام. ده آخر واحد، ابن عشاشكو في حتة تانية يا مسوخة ملعين.
فراش قاعد يطلع منه. حلو. بقى اخر واحد، تعال انتهم، تعال تعال حبيبي وروح. تمام، والله كان بالطلقة بس ناخذ لنا هذا البنزين. لحظة لحظة لحظة، هذا خل شغله شكو هنا. يا دي النيلة، فيوز ضرب. اوكي اوكي مو منا. مقفول جامد. اي اني طريق برضه اتصرف. حلو ماشي، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل هنا. ايه يا دي النيلة، يا ترى هلاقي فين فيوز دلوقتي؟ شوف هناك وشي. ايه هذا فيوز. فيوز تمام. حلو، ايوه احنا كده بقينا بنشتغل، المفروض ده ينفع. لا ليه لا؟ شايف
وانا مو تخلصت منهم. نرجع للمطار بتاعنا ونملي بنزين. كويس، سوين اوكي. لحظة، هذا باقي، هذا العش خندمر، هذا العش هم، أو نروح لهذا العش بالبداية. أوكي نروح لهذا، نروح ندمر العشاشة. شت خردة، نحتاج خردة، نحتاج خردة. ماكو هنا، شوف السيارات. حلو، بعد اكو خردة. لحظة، هذا ابو الفاس خلنا نصلحه. شي هنا مثل ما قلت، احتاج اي شي احصل عليه. شنو هذا؟ كل شي ماكو هنا. يا نهار ابوك اسود. بعد كل هذا التعب ايش لقينا بيه؟ كل شي ماكو. يلا مو مشكلة، نروح للمكان اللي ردناه. هنا دايما بحتاج له. لا
صار ليل، الوضعية ما تبشر. نرجع للمكان مالنا. اي والله، فاست ترافل احسن. روح ننام شوية حتى النهار يطلع، مو عيشة. اوكي، اوه شيت، وين هذا شو اسمه المكان؟ والله نسيته، مو كان هنا. هلو، انا قبل شوي حررته، وين راح المخبأ؟ هياته. ايه هسه الواحد يروح ينام حتى تصير الجو نهار، لان صراحة ذولاك الجماعة بالليل ما ننصح بقتالهم ابدا. ايه لحظة، تمام. هسه مضبوط، وين الماطور؟ هسه الواحد يروح يدمرهم وضميره مرتاح. الواحد هسه جاهز. اقول لك البارحة مو كان ثلج، لا 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 ماكو لا بعدين ولا قبلين. هسه لازم ندمره، من نقول ندمر يعني ندمر، ما يحتاج نقاش، خلاص.
لحظة، حياة العشاء. حلو، دم مرة واحدة بس من أصل ستة. وهذا واحد ثاني. لحظة، نروح من وراه. أنا شامم الريحة، أكيد قربت. لا يا راجل، الثاني هم دمرناها. حلو، هنشوف بعد. هذا اكو اثنين هنا بصف بعض، خندمر هذا بالبداية.
نشتري ناخذ نفد. تعالوا يا حبايبي، تعالوا تعالوا. بس لا داخل السيارة. أنا شامم ريحة عش. أكيد إيه؟ هنا في مكان قريب. قريب العش. شوف ريحته. في عش تاني. أيوه يلا نحرقه. اثنين. حلو، أربعة دمرنا، بقى اثنين. وين؟ آه بعد اكو عش آخر هنا. حلو، هسه هذا هم بسيطة. اوه عش فوق. شلون؟ ما اقدر اسوي القنابل البلوتوثية. احتاج من هذا اللي يحرق. دبة بنزين تكفل بالموضوع. وين العش؟ وين العش؟ فوق. اها حلو، تمام. باقي عش واحد بس، واحد بس. مشكلة انه انا احتاج بعد بنزين. اوه حلو، سحقتهم سحق. بس مشكلة مالنا نحتاج بعد حريق. انا اريد بنزين. طبعا هنا البنزين خانة ما عندي مشكلة، بس احتاج. انا ما راح اقدر ادمر هيك. يلا اي شيء يشتعل. حلو، هسه اقدر اصنعهم. لا
لحظة. باقي آخر عش. تمام. آخر عش. يلا يلا لحظة بس خلنا ناخذها بشوية أشياء. العش موجود هنا. عش أكيد هنا في مكان قريب، وكمان واحد. تمام، لازم أحرقه دلوقتي. تمام، تخلصنا من هذا العش. حلو، سحقتهم سحق. تمام. هذول الأعشاش دمرتهم. هسه على الخريطة نظفناها. والله شوف المهام. باقي لنا 3 أماكن. حلو، وين الموتور؟ الموتور وينه؟ فينو الموتور؟ او شيت دوب. هذا الدب مستحيل نسوي له شي. لازم نشلع نهرب منه. وين الماطور؟ اريد اروح الماطور مالتي. ما اريده.
ترجع لكم بعدين، ارجع لكم بعدين، خليكم ويا الدب. نرجع لكم بعدين. هاي نبدي منا. حلو، حلو، هولع فيك يا حقير. والله ولع فيه، هيقضي الغرض. لحظة، نرجع للمطار.
تعرف وش نعرف؟ يلا المرة يموت. الحمد لله مات. مش هتحتاجهم معاك. نرجع. المطور راح. حلو 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 حلو. دمج أقوى. المطار
حلو. هو ده؟ يا خبر. ده صعب. السافل. دمرته. بعد شكو هنا. لازم الاقي شغل. حلوة النصبايا هذي. تمام. بتعمليه هنا؟ بتسألني بعمل ايه؟ ادي بتقولك انها عايزاك. ليه هو؟ انت ثانية واحدة، هو بوزر كويس؟ انا معرفش، لازم نروح. يلا هو ماله بوزر؟ كل اللي اعرفه ان ادي طلبت مني الاقيك. لما سألت عليك عرفت ان انت وسكيز كنتوا جايين على هنا. دلوقتي عرفت. معرفش انت بتتكلمي عن ايه؟ توصل للطريق ده. اتعاملت مع الممزقين الملاعين لشهور، فاوعي تصدقي اللي بيقولوه. دلوقتي انت شبه سكيزو. سكيزو اللي طلب منك ده وقال لك على موقع الاصطدام. ايوه ممتاز. دلوقتي خلتني مساعد سكيزو. لا امال ازاي عرفت؟ رحال في معسكر كوبلن زي ما قلت، هو مش سر كبير. ايوه صح، سكيزو بيحاول يخلق مشكله مع الممزقين. أعتقد إنك محظوظ لأنك جيت تنفذها لي. خليني أسألك عن حاجة. أقدر أوقفك؟ آخر مرة شفتك فيها قبل الشتاء اللي فات، أنت هزقت أيرون مايك جامد لأنه ما دفعلكش فلوس عشان تجيب النجيل. مش ده بالظبط اللي حصل.
حلو. ويليام، ويليام لو سمعني يا ريت تبطل اللي بتعمله. ادي ايه اللي بيحصل؟ عوزر روح له امنعه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بتعملي ايه؟ اسمع، احنا محتاجين نعمل كده ولازم نعمله دلوقتي. ايه؟ ابعدوا عني. لا لا ديك مش هيحصل. لا طبعا مش هتعملي ده. اسمعني كويس، المضاد الحيوي هينقذ حياته لكن للاسف مش هيقدر ينقذ دراعه، ودلوقتي انا محتاجه مساعدتك فورا، يا اما هتشوفه بيموت قدامك. احنا مش هنلحقه. ابعدي عني. ماشي 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 يا صاحبي. اوه توقعت كده من الاول. تمام، انا بس محتاجك تفضل معايا. ثبته هنا. مش معقول. ديك ديك تمام، ثبته هنا. تمام تمام تمام. مش معقول. مش هنلحقه. لا كده بينزف كتير قوي، لازم توقفيه، كده دم كتير. ناولي الشاشه. بوزر يلا يا صاحبي يلا. ثبته كويس يا صاحبي. فين اثبته؟ فين؟ بقول لك ثبته. ثبته هنا، كفايه خوف. امسكه كويس يا ديك. هاي اللي عملتيه كان رائع. لما كنت في ثانوي افتكرت اني لازم ابقى مهندسه ميكانيكا او اني ابقى جراحه. كان لازم اكون جراحه. وانت؟ هاي تمام تمام. انقذت حياه صاحبك النهارده. ما افتكرش انه هيشوف الامر كده. بيتهيألي هيفهم ده. لازم اروح اديله المحلول الوريدي، وحقيقي مش عارفه جبت كل ده منين، وما يهمنيش اعرف. بس ده هينقذ بشر كتير يا ديكن سين جون، بشر كتير. هروح اساعد ادي. مايك اهدى شويه لو سمحت. ديكن تعال هنا. سمعت عن اللي عملته؟ ما كنتش هسيبه يموت. مايك كبر دماغك، هي خلصت. انا عارف ده كويس قوي. بوزر هيعيش؟ ما اعرفش. الممزقين شافوك ومشوا وراك. لما كارلوس يعرف اللي حصل اكيد ده هيعمل مشكله كبيره. كارلوس ده مش مهم خالص. انت بتغامر بحياه الناس كلها. أتمنى إنك تقدر تعمل ده. أنت عملت اللي عليك. مايك استنى. يا نهار ابوك اسود.
انت رحت فين؟ لا شكرا انك عديت عليا. لحظة انا مسيطرة ماشي. وانا والبنزين ابو ال انام للفجر، لازم اروح انام. شيت، روح انام حتى يطلع النهار. وين مكان نومي؟ هنا اوكي. انا هغفل حبة حلوين كده. ايه جو عادي ومنا ثلج. براين انا عند مركز الاتصال. انهي واحدة؟ قصدك انهي واحد؟ لسلك نيرو في خاصية التعقب صح؟ ايوه ده اكيد طبعا. ماشي انت في شلالات اولالي. طب كويس خد بالك هبقى في عملية ميدانية هناك في اي وقت. براين حول. براين يا دي النيلة. هنا وبراين قلت لك مش اصحابي. ماشي روح لهم. ماشي طيب.
ارجع. اوكي شغل ليا يا ديك. ايوه انت فاكر شين رايلي اللي الناس كانوا بيقولوا له يا ريد؟ ريد رايلي؟ لا ما سمعتش عنه، بس اظنه بشعر احمر. ايه شعر احمر؟ لا دي كانت جزمته، كان بيلبس جزمه من جلد الافعى مصبوغه بلون احمر فظيع، ساب انطباع غريب. لا اراهن هو كان بيعمل دوريات لحسابنا في يوم من الايام، لحد ما في يوم ما عجبتوش عملات المعسكر اللي بندفعها فقام وقتل لينزي فولر. مين لينزي؟ كانت شغاله في الامداد قبل بلير. لحظة، يعني قتل ست ومش مسلحة؟ هي كانت مسلحة، هي بس ما كانتش متوقعة انه ممكن يقتلها في وشها. انت سمعني؟ فقتلها رد وفضى كوخ المؤن بتاعها وبعدين هرب قبل ما اي حد يعرف ايه اللي حصل من غير اثر. انسان حقير لحد دلوقتي، هو ورجالته متربصين عند معسكر بايونير. مش لازم تسألي، انا عرفت ده عنه. عن قتل واحدة مش مسلحة، انا عارفة ان انت عايز تتولى الامر. ايوه زي ما قلت انا عرفت ده. ايه تاني ممكن تقولي عنه؟ مش كتير. استنى، بيمضغ التبغ. انا سمعت انه كان بيحب يجمع اعقاب السجاير وبيخرج منها التبغ ويمضغه. ده مقرف، بس كده يبقى في سببين لقتله. ماشي بس خلي بالك يا دي. يلا اشوف هناك وش انه من المطار. يا ريت تشتري. اهلا الدنيا. اولا انت محتاج بنزين كتير قوي، مش هتعطل بعد التصليح. قولي لو محتاج حاجة. نروح ننام لأن احنا بالليل ما نشتغل.
خذ شغل الليل. يلا هسه تمام. المفروض ده ينفع. المفروض. يلا اوكي. ديكن انت هنا؟ اهلا يا ريكي، ازيك؟ عايزة بس اقول اني حزينة عشان كنتي بتقولي ايه؟ عايزة بس اقول اني حزينة عشان اللي حصل لبوزلو. صبني اسمعي. شكرا عشان دخلتي. اسمعي. شكرا عشان دخلتينا ريكي. انا لازم امشي. ديكن حول، مفيش هنا اي حاجه غير شويه مجرمين ورحاله ومهاجمين. ادي انت هنا من ديكن سانت جون لعياده لوست ليك. ردوا ديك. اهلا. حاسس بغرابه، فاهم قصدي؟ انت كويس؟ ايه الاخبار بوزر؟ اهلا. مفيش، انا زهقت من اذاعه اوريجون الحره. زي ما انت عارف مش قادر استحمل اللي بيتقال، انت فاهم ديك؟ ادي قالت لي اني كنت هموت لولاك، وباخد المضادات ايا كان اسمها ايه زي ما انت عارف. بوزر انا اكيد كان الموضوع مسلي وانت ماسكني وهي بتعمل فيا كده. فاكر لما جاك كان بيقسم الديك الرومي اخر مره كلنا كلنا سوا، وازاي بهدل الدنيا على الترابيزه؟ ايوه يا ابو زمان انا فاكر. لسه حاسس بيها، فاهمني؟ سكينه اسوأ من اللي عمله الممزقين لو ما كنتش موجود عشان تمسكني. مش عارف كان ممكن يحصل يا ديك، مش عارف. خلاص يا بوزر الموضوع خلص. ديك اسف، حاسس اني دايخ. طيب بص، ادي هتقتلني لو عرفت انك قمت من السرير ومش في مكانك. طيب انا السرير بيستنيني وبيناديني من لاست ليك. سلام. اسمع يا بوزر.
زلة بتعدي الشارع. لو الكلام ده كان من سنتين كانت قامت ثورة. شكلهم كده بيشيلوا المسوخ. مفيش داعي للقلق، انا هلاقي الراجل ده. ديك نحول. اثر جزمه شكلها كده زي اثر الجزم الفخمه اللي بيلبسها رعاه البقر. انا شفت حد. خطيه صندوق خشب اللي هنا اثر جزم تاني. مش هتحتاجه في حاجة. تمام. قول لو لازم تمشي تمشي. Thank you.
انه هو هنا ماكو. لا تمام تمام يلا بينا. يا ترى مستخبي فين يا أخيرا؟ ممكن اعمل حاجة بالبتاع ده. حلو 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 حلو. ناخد دول بس. وين ندور بعد؟ خبي في كوخ من دول. ها؟
وينك؟ اوه حلو هسه قتلته. وين المطور مالتي؟ نرجع للمطور. اوه عبرته. فعلا اكو شيء هنا. ثانية مش هو ده الطريق؟ وانا ليش وقفت هنا؟ والله ما نافع. شكو بعد لازم ابص على البرد. الغزالة بتعدي مش فكرة ذكية أبدا.
برضو هتصرف. لحظة، علب البنزين. حلو، بس انا ما كان ناقصني البنزين اصلا. فزعني. دخلنا زفت. خلصت. مهمتنا هواي احسن. ما اعرف شو اسوي هنا اساسا، ليش جيت اللي هنا اصلا.
حبيبي يلا. هو ده. صارت ليلة ساسة. المسوق بالليل يصيرون كثيرين. ريكي انا لقيته. ديكن ايه الراحه دي؟ لينزي عندها شويه اصدقاء مقربين، انا هعرفهم. تمام اشوفك بعدين يا ريكي.